القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. محلب: علاقتنا بالدول العربية لا تؤثر فيها المؤامرات. السفير الروسي: الضبع النووي مشروع مصر القومي المقبل. سوبالدي المصري في الأسواق. وإليكم تفاصيل النشرة. العلاقة بين مصر والدول العربية لا تؤثر فيها المؤامرات أو حقد الحاقدين، هذا ما أكده مهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء للوفد الإعلامي المرافق له خلال زيارته للإمارات، مضيفا أن ما يثار ويروج له ليس له قيمة، فالمصريون يقدرون كل من وقف بجانبهم وساندهم، والإمارات العربية الشقيقة كانت من أولى هذه الدول التي ساندت وما زالت تساند مصر، قائلا: إننا مقبلون على المؤتمر الاقتصادي وانتخابات مجلس النواب، والإقبال على المؤتمر الاقتصادي من رجال الأعمال كبير للغاية، وهناك غرف عمليات لمتابعة الترتيب للمؤتمر، والتأمين سيكون مسؤولية الشرطة والجيش والحرس الجمهوري. مشروع الضبع النووي سيكون المشروع القومي المصري المقبل، هذا ما أكده السفير الروسي بالقاهرة سيرجي كيريبيتشينكو خلال مؤتمر صحفي في مقر السفارة الروسية للحديث عن نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس فلاديمير بوتين إلى القاهرة، قائلا: إن كل قمة ثنائية تنعقد بين البلدين تزيد بدورها التقارب بين الشعبين، والوفد الروسي لاحظ اهتمام المصريين بنجاح الزيارة، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا وصل إلى 5 مليارات دولار في 2014 بزيادة 80% عن الوقت السابق، لافتا إلى أن روسيا لديها مشروع لزيادة التبادل التجاري لعشر مليارات دولار. أستطيع أن أقول أنه كل مرة تعقد اجتماعات على مستوى القمة بين بلدينا نرى مزيدا من التقارب في وجهات النظر بين الطرفين في القضايا الإقليمية والدولية. الرئيسان استعرضا ما يجري مستجدات في الساحة الشرق أوسطية، وهي كثيرة ومهمة، وكانت رؤيتهما إلى هذه المستجدات رؤية مشتركة متقاربة إلى حد كبير جدا. لم يكن هناك جدال فئية كبيرة أو صغيرة من هذه المشاكل، بل بالعكس كان التقاء لوجهات النظر، وهذا دليل على أنه جوهر سياسة البلدين مشترك إلى حد بعيد. في إطار الثنائي هناك حصلت تفاهمات جديدة وهي مهمة جدا. أستطيع أن أخصص أولا طبعا التفاهم الذي حصل في إطلاق مشروع بناء أول محطة نووية في أرض مصر. استبعاد 12700 من المتقدمين للحصول على تصريح خطباء بالمكافأة لعدم اجتياز الاختبارات بنجاح وعدم انطباق الشروط الشرعية عليهم، هذا ما أعلنه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مشددا على حسن اختيار الخطباء والتأكد من انتمائهم وولائهم الوطني وإمكانياتهم الثقافية والدينية للقيام بمهمة الدعوة الصحيحة وتوعية المواطنين، قائلا: الأزهر الشريف بدأ أولى خطوات تنقيح المناهج الدراسية بتحديث مناهج المرحلة الإعدادية هذا العام، ويجري تطوير مناهج المرحلة الثانوية، موضحا أن التنقيح لا يمس الثوابت بل يأتي لمواكبة المتغيرات وفق منهج الأزهر المعتدل ولإشاعة فكر الوسطية.
بدأت الشركة المنتجة لسوفالدي المصري لعلاج مرضى فيروس سي في توزيع العقار بالصيدليات، وأعلن الدكتور عادل عدوي وزير الصحة أنه تم توفير 300 عبوة من العقار بسعر 2670 جنيها للعبوة تمهيدا لطرحه في الأسواق بكميات أكبر، قائلا إن هناك اختبارات مضاعفة للتأكد من جودة السوفالدي المصري حفاظا على المرضى وسمعة الدواء المصري، خاصة أنه أول مثيل للسوفالدي في العالم، مشيرا إلى أنه حاصل على شهادة للجي أم بي وتم إجراء دراسات التكافؤ الحيوي والثبات عليه. تمكن رجال الحماية المدنية بحيرة من إحباط تفجير 3 قنابل شديدة الانفجار زرعها مجهولون أسفل برج كهرباء، حيث ظل خبراء المفرقعات يعملون لمدة 3 ساعات متصلة لإبطال مفعول القنابل. من ناحية أخرى، تلقت قوات الشرطة بأسوان بلاغا بحدوث انفجار داخل مقر شركة لصيانة أجهزة الحساب الآلي حاسب الآلي، وتبين أن الانفجار حدث أثناء قيام عنصرين من تنظيم الإخوان بأعداد عبوة ناسفة فانفجرت أثناء إعدادها، ما أدى إلى مصرع إرهابي وإصابة آخر تمكنت القوات من إلقاء القبض عليه. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرة أخرى بإذن الله.